بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين والشمس وضحاها وَالسَّمَاءَ
خير لهن ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء عتل بعد ذلك زنيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها
فاحتراما